مثالية حين تخلدين للنوم. ما عدت أحتمل ضجيجك وليس عدلا. أنا الأصوات في رأس الفتى تلقي عليه باللوم، تراوده الكوابيس في أماكن لا مخرج لها، فلم يجد بابا ولم يجد له قفلا، ولم يجد طريق العودة ولم يجد التذكر. اليوم يوم كنت ضائعة فوجدتك، أتذكرين؟ اقشعرت أبدان التفاصيل حين التقينا، فلم عساك تنكرين؟ تتقلبين أثناء نومك مرتاحة وأنا جاد حين أسهر، فكفاك مزاحا بحق البيانو. أنا لست المذنبة بل مذنب، أنا سلبت ثم صلبت ثم لم أنسى أن ألتقط نفسي، لكن الكوابيس تراودني وأتذكر أن علي تخليص نفسي. فجئت لأخبرك سرا أنني أصبت بمرض يا لوجين، أنسى الحلو والمر، الأخضر واليابس، أنسى أي طريق أنا فيه وأي طريق يفترض أنني مشيت. فقولي ما تشائين ودعيني أخبرك شيئا يا لوجين، إنني أنسى، أنسى أنك لا تذكر. روحي وديهم معاك، نفسي كملوا في هواك، إنني لم أعد أهتم ولم أتذكر كيف أتذكرك بعد، ولا كيف أصنفك من العاهرات، ولا كيف أتقي ربي فيا ولا أتجرع الهلاك. إني نسيت يا لوجين ولم أتذكر كيف أتذكرك بعد، فها أنا أقف معك مرة أخرى، تمر الشهوب أتأملها دون أن أخبرك عنها. فالشهوب لي، حرمتني إشبينا وسأحرمك الخاتم. إننا لا نزال طينا يا لوجين، والدمع لا يزال داخلنا يا بني آدم. فعكروا مزاجي كما تشاءون يا قومي، افعلوا ما شئتم فلن تستحوا. إني أنسى من أنا وتذكرونني بلفظ اسمي، أن الشارع مليء بقذارتكم وأنا من سأمسحه. وكم مرة كنت آسفا لأنني أفسدت كل شيء، ثم صرح القدر أنه كان إصلاحا، كان إصلاحا يا بني. إنه رمقي وكل أثر تركته أنت على رقبتي، يجتمعان في الأسى ويحدثان العالم عن طيبتي معكم، فكم يلبث الأسى حتى ينزل غضبي.